بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 23، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. علة تحريم بيع الخمر أنه نجس وأنه لا ينتفع به، وعلة تحريم الميتة أنها نجسة، وعلة تحريم الخنزير ذهب الشافعي إلى نجاسته، فالعلة النجاسة أيضا. والأصنام علة التحريم عدم الانتفاع بها وإن كانت طاهرة، لأنها أحجار مثلا طهر، فالعلة هنا في بيع الأصنام مش ليست النجاسة بل عدم الانتفاع بها أو عدم جواز الانتفاع بها. يبقى العلة في بيع في في في, في, في منع البيع إما أن يكون الشيء نجس أو يكون لا ينتفع به أو يجتمع فيه الاثنين، وطالما لا ينتفع به يبقى كل ضار لا يجوز بيعه. إلا إن كان سما يستخدم كترياق كدواء يعني، لأن له وجه انتفاع، لأن الأدوية إن أخذتها بغير الجرعة المضبوطة بقت سم، ويجوز بيعها على أن تؤخذ إيه بالطريقة التي فيها السلامة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 32 بعد 104,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يستصبح بها الناس يعني يستخدموها في المصابيح. فقال: لا، هو حرام. تعود على البيع مش على الانتفاع، الشافعية فهموا كده، هو دي تعود على البيع، لا يعني هو أي بيعها حرام وليس الانتفاع اللي حرام. وذهب الشافعي إلى جواز الانتفاع بشحوم الميتة وأن يدهن بها الجلود ويستصبح بها، هذا مذهب الشافعية خلافا للجمهور. لما الشافعي له إيه انفرادات كده عن الجمهور، ده من بينهم. الشافعي فهم الحديث هنا فقال: لا، هو حرام، هو يعود على البيع، فالبيع حرام، أما الانتفاع فلا شيء. في بعض الصحابة وافقوا الإمام الشافعي، أو الإمام الشافعي وافق بعض الصحابة في هذا الفهم، إنه هو دي تعود على البيع وليس على عدم الانتفاع، واضح؟ زي سيدنا أظن عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب، مجموعة كبيرة من الصحابة إيه كانوا يذهبوا إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي، أن هو هنا لا تعود على البيع والانتفاع بل تعود على البيع دون الانتفاع. هو حرام، هو دي تعود على إيه؟ فهم؟ الإمام الشافعي قال تعود على البيع ولا تعود على الانتفاع. طب والجمهور؟ الجمهور يعني مين؟ يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل.
وكذا ليس ابن سعد وغيرهم. قالوا هو تعود على الاثنين، البيع والانتفاع، فهم؟ وبالتالي عند الشافعية يجوز دهن السفن وغيرها بإيه؟ بشحوم الميتة. وكذا يجوز استخدام الشحوم دي ويعملوا منها شمع يستصبحوا به، يعني يولعوا كده في النور لما يقطعوا النور علينا، نجيب شمع معمول من ايه؟ من شحوم الميت ونستعمله مع نجاسته، مع نجاسته الانتفاع بس. طب وهل يجوز بيعه؟ قال لك لا، لا يجوز بيعه. امال طب انا هحصل عليه ازاي؟ قال لك برفع اليد، فاهم؟ هيبقى الثمن اللي بتدفعه للرجل ليس ثمن بيع بل رفع يد، فهم؟ كما قلنا انه يجوز شراء الانتفاع وليس شراء العين، فهو يشتري الانتفاع بها، اما العين فنجس لا يجوز ايضا بيعه. ده مذهب مين؟ الشافعي. الجمهور قالوا لا يجوز الانتفاع اصلا الا ما خصه الشارع فقط. خص الشارع ان جلود الميتة تستخدم بعد دباغها، ده تخصيص، فهم؟ يبقى الميتة الشارع خص منها الجلود بالدباغ ولم يذكر منها الشحوم، فهم؟ وبالتالي على المذاهب التانية، مذهب الجمهور، قالوا لا يجوز الانتفاع بها لان هو تعود على الانتفاع وتعود على البيع، فلا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز البيع الا ما خصه الشارع كجلود الميتة التي تطهر بالدباغ. شفت حديث واحد ازاي الفقهاء يختلفوا في فهمه؟ وده يبقى فهمه محتمل وده فهمه محتمل. فاللي يجي يقول لك انا هاخد الدليل من القرآن والسنة، هنقول له بأي فهم أيها الأستاذ؟ سوف تأخذه بأي فهم يا أيها الأستاذ؟ يقول مثلا بالفهم الفلاني، نقول له سبقك المذهب الفلاني، يبقى انت لم تأتي بجديد، فعد وتواضع وتعلم المذاهب. فهمت بقى ازاي؟ فقال لا هو حرام صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أو شو باعوه؟ فالنبي بيعيب عليهم أنهم باعوه، مش بيعيب عليهم أنهم انتفعوا به، فهمت بقى؟ فالشافعي قال أنه هو تعود على البيع، هو عاب عليهم البيع مش مطلق الانتفاع. والعلماء التانيين قالوا لا، ده عاب عليهم الانتفاع والبيع، فالبيع انتفاع برضه. فهمت ازاي؟ شفت الحديث واحد وازاي ايه؟ يبقى ده له مورد في الفهم وده له مورد في الفهم، ويبقى الاثنين وجهاء في الفهم، لها وجاهه في الفهم. قاتل الله اليهود، ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه يعني أذابوه، أجملوه يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. يبقى كل ما يحرم أكله أو استعماله يحرم بيعه ويحرم ثمنه، واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث.
وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ يبقى سمرة ما كانش عارف الحب، فاهم أن يحرم شربها ولا يحرم بيعها، فاهم؟ سمرة ظن أنه يحرم شربها ولا يحرم بيعها فباعها، فإيه اعترض عليه. وعن أبي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع، يعني يتفاوت الصحابة في إيه؟ في العلم بالسنة يتفاوت، ليس كل الصحابة سمعوا كل الأحاديث، فهمت؟ فيتفاوتوا في العلم بالسنة لأن لم تدون الأحاديث معك، اللي سمع عرف واللي ما سمعش ما عرفش. وعن أبي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. نيجي مسألة متعلقة بالموضوع ولكن لم تذكر في الحديث. احنا قلنا بيع النجس حرام، طب المتنجس هل يجوز بيعه والانتفاع به في غير الآدم ولا لا يجوز؟ دي مسألة تانية. يعني ايه؟ اديك مثال. انا عندي برميل زيت وقع في هذا الزيت فأر فمات فتنجس الزيت لان اختلط بميتة، فلا يجوز استعماله للآدم لانه نجس، وطالما تنجس هل يجوز استعماله لغير الآدمي؟ ممكن اخد الزيت ده واضيفه على العلف بتاع البهائم اللي انا بربيها عندي، بدي بهائم مش مكلفة تاكل اللي تاكله، ولا كمان يحرم ان انا استعمله في اي حاجة؟ عندي ماء بال فيه طفل وهذا الماء دون القلتين تنجس، هل يجوز استعمال هذا الماء في شرب الماشية؟ فهم؟ صحيح أنا مش هستعمله، وإذا كان يجوز استعماله في شرب الماشية فهل لي أن أبيعه لمن يسقيه لماشيته وهو متنجس؟ فهمت بقى المسألة؟ ذهب الشافعية والمالكية والأحناف إلى جواز الانتفاع به لغير الآدمي المتنجس. ذهب الجمهور على الحنابلة، الجمهور على مين؟ على الحنابلة، إلى جواز استعماله في سقي الزرع أو مثلا سقي الباشية أو طعام المواشي، ده المتنجس. اما الاحناف الحنابلة فقالوا لا يجوز الانتفاع به شيء من ايه في وجه من الوجوه كالنجس اصلا، المتنجس عندهم كالنجس، واضح؟ لكن الجمهور فرقوا بين المتنجس والنجس، النجس هو نجس من اصله والمتنجس كان طاهرا فتنجس طرأ عليه النجاسة وليست اصلية فيها. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى اعلى واعلم. ايوه ممكن مات مثلا حيوان بقره ممكن نبيع جلده قبل الذبح؟ يجوز. لان لو واجب الانتفاع ما هو يشتريه قبل الذبح، يعني هل يجوز بيع جلد الميته وهي نجسه؟ قالوا استثناها الشارع.
مستثناة من عدم جواز بيع الميتة. لماذا؟ لأن الشارع جعل لها وجه انتفاع بدباغها، فالذي يشتريها يتبعها. واضح؟ يعني يمكن أن أبيعها قبل دباغها لمن يشتريها ويتبعها، مسلم وغير مسلم كمان. ما هو المسلم هياخدها يتبغى، وغير المسلم هياخدها يعمل ايه؟ هينتنها ولا يتبغى برضه؟ يتبغى، والا هتفسد عينه. لا يجوز لو مات بقره مثلا يريد يشتري خاصه لغير مسلم. لا، لا يجوز للمسلم ان يبيع الميت حتى لغير المسلم الا عند الاحناف. الشافعيه يقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن الشافعية عندهم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهم؟ وبالتالي أنا لا أعين على مخالفة الفروع بالرغم أنه غير مكلف بها لأنه كافر. الشافعية لا يجيز، لكن الأحناف يجيز أنه يبيعها لمن يستفيد بها. واضح؟ إذا كان كافرا وله نوع استفادة. طيب الشافعي، الشافعي عايز ياخد مقابل ليها، يقول لك يبقى ايه؟ رفع يد. ماتت البقرة، اقوم انا ادفنها. فواحد قال لي لا انا ليا ليها فائدة. يبقى العقد اللي بيني وبينه مش عقد انتفاء بيع، ده عقد رفع يد. اقول له طيب مقابل انك ان انا اخليها لك فادفع لي 100 جنيه. يدفع لي 100 جنيه. وانا خليته يعني، لكن مش بيع. فاهم؟ المتنجس إذا قلنا أنه يجوز الانتفاع به لغير الآدمي يبقى يجوز بيعه. خلاص؟ على المذهب الجمهور. لكن الحنابلة قالوا لا يجوز الانتفاع به أصلا لأنه تنجس، يبقى لا يجوز بيعه على مذهبهم. فهمت؟ كل فقيه على حسب إيه؟ ما وصل إليه. باب الربا. الربا دي مهمة بقى، موضوع مهم. هنديله الأول مقدمة كده، ناخد شوية مقدمة. أجمعت الأمة على حرمة الربا، واختلفوا في تفاصيل الموضوع وتعكيفه وتعريفه والعلة في التحديد. يبقى بالإجماع كل الأمة بتقول لك الربا حرام. تمام. طيب ما هي الأجناس التي يدخل فيها الربا؟ وما علة العلة التي فيها؟ اختلفوا بقى خلاف كبير جدا شائع. فقال الظاهرية أن علة الربا في الأجناس الربوية المنصوص عنها في حديث عبادة بن الصامت 6 أجناس لا تتعدى. دول الظاهرية. ايه حديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ يبقى قال الذهب والفضة. وقال البر بالبر، قال البر. وقال الشعير بالشعير، ما قالش الشعير على فكرة، قال البر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر، وقال التمر، وقال الشعير، وقال الملح. قال 6. كويس؟ يبقى عندنا ذهب، وعندنا فضة، وعندنا بر اللي هو القمح، وعندنا الشعير، وعندنا التمر، وعندنا الملح. 6. فالظاهرية قالوا هم دول الستة بس اللي يدخل فيهم الربا، أما غير الستة دول لا يقاس عليها أي شيء، لأن الظاهرية لا يقولوا بالقياس اصلا. فاهم؟ باقي المذاهب يقول بالقياس، فارادوا ان يقيسوا، والقياس لابد ان يكون هناك عله تبحث عنها، فان وجدت وجد الحكم، فاختلفوا في العله. فالمذاهب الثانيه اللي هي مذاهب الاربعه بقى المشهوره عندهم يجيزون القياس، واختلفوا في تحديد العله التي يقيس بها الحكم. فذهب الشافعية. وليه بنبدأ بالشافعية؟ عشان احنا شافعية.
بس مش علشان يعني اننا بنميز الامام الشافعي على غيره بالرغم ان هو صغير في السن عن الامام مالك والامام ابو حنيفه، بس فقط لان احنا شافعيه مجرد للتدريس. ذهب الشافعيه لان العله التي تتعدى فما اذا توفرت في الذهب والفضه انها اثمان، العله الثمنيه في الذهب والفضه يعني يقولوا عليها النقدية أو الثمنية. والعلة في الباقي الطعمية أنها مطعوم آدمي، مطعوم آدمي، فكل ما يطعم للآدمي جنس ربوي، واضح؟ ولو كان الماء مش بيشرب يبقى جنس ربوي عند الشافعي. ولو كان دواء مش الدواء بيشرب يبقى جنس ربوي عند الشافعي. كل ما يطعمه الآدمي، وقالوا أن النبي قال الملح فالملح جنس للدواء، وقال التمر فالتمر جنس للفاكهة، وقال البر والشعير فهو جنس للقوت، فالنبي تناول كل أجناس الطعام، القوت والفاكهة والدواء. فهمت بقى كلام الشافعية؟ فقالوا الملح يدل على يقاس عليه كل الأدوية، لأن الملح دواء الطعام، والتمر يقاس عليه كل الفواكه بما فيها الزبيب والعنب والسفرجل والبطيخ والمشمش والخوخ والبرتقال والفجل والخس والجزر، كل ما هو مطعوم للادم كل ده يبقى جنس ربوي عند الشافعي. فاهم؟ سواء كان مكيلا او موزونا او معدودا. افهم عله الشافعيه كويس علشان تفهم، عشان انت راجل شافعي. وذهب المالكية إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية كالإيه؟ كالشافعية. جم في الذهب والفضة قالوا العلة الثمنية النقدية. أما في باقي الأجناس قالوا أن النبي قال البر والشعير والتمر والملح، ودي تقتات وتدخر. يبقى العلة أن يكون مطعوم مقتاتا مدخرا، أما المطعوم غير المقتات يعني غير القوت وغير المدخر فليس جنسا ربويا، وبالتالي الفاكهة ليست جنسا ربويا عند المالكية. يعني ممكن أخديك بطيخة كنت بدلها بطيختين، مش ربا عند المالكية وربا عند الشافعي. فهمت بقى المسألة؟ أديك كيلو برتقان بسرة واخد بداله 2 كيلو برتقان صيف، التعامل ده عند الشافعيه ربا، وعند الاحناف ربا، وعند المالكيه مش ربا. فهمت بقى ازاي؟ يبقى المالكيه قالوا العله الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. هذا في ايه؟ غير الذهب والفضه. اما الذهب والفضه العله فيها الثمنيه النقديه. فهمت مذهب المالكيه؟ طيب يبقى خرجوا الخضروات وخرجوا الفواكه وخرجوا كل ما لا يقتات ولا يدخر، وادخلوا فيها الارز والذره لان لا يقتات ولا يدخر، مش كده برضو؟ كل ما يقتات، وخرجوا منها التوابل، التوابل مش قوت، الفلفل الاسود والبهارات والشطه، محل العطار. الشافعيه محل العطارين دول بيتاجروا في الناس ربوي لانها مطعوم، لانها ادويه الطعام. فهم؟ وعند المالكيه ليست جنسا ربوي، وكذا عند الظاهريه ليست جنسا ربوي. فهمت المساله؟ انا عايز بس افهمك عمق خلاف الفقهاء في تحديد الربا. وبالتالي لما يجي واحد يشتري كيلو برتقان نوع ب2 كيلو برتقان بسرة، واخد بالك؟
ما حققش شرط التماثل، فما يجيش يقول ايه شوف الكافر بيتعامل بالربا. ما نقدرش نقول كده، لان انا في نظري ده ربا لان انا شافعي، وفي نظر الامام مالك ليس بربا، وبالتالي هو لم يحل الربا، هو تعامل مع هذه المعامله لانه يرى انها ليست ربا. هو لو راها ربا ما تعامل، انا رايتها ربا هو لم يرها ربا. بالاجماع كلنا بنقول ان الربا حرام، لكن تكييفه في الايه في الحياه هو ده اللي اختلفنا فيه. فهمت بقى المساله؟ وبالتالي ما اتهمش غيري لما يخالفني في المذهب في تعامل، انا ارى ربا فاراه يتعامل به فاقول انظر الى الكافر كيف يستحل الربا كما يفعل الوهابي، هذا خطا. فهمت؟ لان هو لم يرى فيها الربا اصلا. طب الاحناف ايه العله اللي ذهب بيها الاحناف؟ الاحناف قالوا ان الذهب والفضه موزون، وسائر الاطعمه اللي ذكرها عباده بن الصامت في حديثه مكيله، ويبقى العله هي الكيل والوزن، فكل ما يوزن او يكال ولو كان غير مطعوما او غير ثمن يدخل فيه الربا، ولو كان حديد ونحاس ولو كان قص وجبس وتراب ورمل، كل موزون وكل مكيل، فالعله الوزن والكيل. فهمت بقى المساله؟ عند الاحناف كده العله الوزن والكيل، والذهب والفضه موزون، وباقي المذكور في الايه في الحديث اللي هو البر والشعير والتمر والملح مكيل، فالعله الوزن والكيل. اما الحنابله ومذهب الشافعي في القديم كمذهب الحنابله، خد بالك الحته دي قل من نبه عليه. مذهب الامام الشافعي في القديم، العله الاولانيه اللي قلناها للشافعي ده في الجديد، طب وفي القديم كالحنابله قالوا ان العله في الذهب والفضه النقديه الثمانيه زي اللي قبلهم، اما في الباقي فهو كونه مكيل ومطعوم، فلا بد ان يتوفر عله الكيل والوزن مع الطعميه، فان اختلف وغير موجودة، يعني طعام لا يكال ولا يوزن لكن يشترى بالواحدة بالعدد ليس جنسا ربويا، فخرجوا البطيخ لأنه بيشترى بالعدد بالواحدة. فعلى المذهب الحنابلة الفاكهة التي لا توزن ولا تكال ليست جنسا ربويا، ويبقى الفجل والكرات والبقدونس والشبت والحاجات دي كلها مطعومة وليست ربا جنسا ربويا لأنها لا تكال ولا توزن. فهمت بقى المسألة؟ يعني المعدود خرج والموزون والمكيل دخل. مذهب الشافعي قال لك المطعوم مطلقا سواء كان يكال أو يوزن أو يعد، ده في الجديد. فهمت بقى المسألة؟ طيب ما هو بقى الربا؟ قال لك اذا اشتريت جنسا ربويا بجنس ربوي يجب عليك ان تلاحظ الاتي والا وقعت في الربا. ان اتحد في العله والجنس، يعني ذهب بذهب، فضه بفضه، تمر بتمر، او اتحدوا في الجنس والعله، التمر بالتمر ادي الجنس متحد والعله الطعميه، مش كده برضو؟ او انه مكيل عند من قال العله الكيليه، او انه قوت مدخر من قال ان العله الايه القوتيه. فهمت ازاي؟ يبقى يجب في الحاله دي اذا اتحد في الجنس والعله ان يتوفر ثلاث شروط عند ايه عند التبادل التجاري، والا وقعنا في ايه في الربا. ايه هي الشروط؟ التماثل وزنا بوزن كيلا بكيل، يبقى عدم التفاضل اول حاجه، التماثل وزنا بوزن او كيلا بكيل. لو لم يتحقق شرط التماثل وقعنا في ربا نسميه ربا الفضل. الشرط الثاني
لابد أن يتحقق التقابض. يعني إيه؟ يعني أن يتم التقابض في المجلس فلا يتأخر العوضين عن المجلس. فهمت؟ يعني لا يصح أن أنا أقبضك مثلا ذهب في المجلس وبعدين أقول لك مر علي مساء أعطيك المقابل مساء. طب ما احنا هننصرف، وطالما انصرفنا انصرف ايه؟ انحل مجلس العقد، وبالتالي نقع في ربا يسموه ربا اليد. يبقى لابد من التقابض في المجلس. الملكية قالوا كمان حال العقد، مش في المجلس بس، ده حال العقد. الشافعية توسعوا، قال لك طول ما هم قاعدين في المجلس ما يجراش حاجة، المهم يتقبضوا قبل ما يمشوا. لا، ده الملكية أشد في الحتة دي بقى. الملكية قالوا بمجرد العقد يتم التقابض حتى ولو كانوا في المجلس، لكن الشافعية قالوا ما لم يتفرقا، يتم التقابض ما لم يتفرقا. فهمت بقى المسألة؟ لو لم يتم التقابض نقع في ربا تسمى ايه؟ ربا اليد. الشرط الثالث والأخير، ألا يكون هناك تأجيل في أحد العوضين. تأجيل يعني ما ينفعش أقول لك تعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر عشان أعطيك العوض، لا يصلح. لابد أن يكون حالا. يبقى شرط الحلول، والحلول عدم التأجيل. فإذا لم يتوفر هذا الشرط وقعنا في ربا نسميه ربا النسيئة. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من الربا. ربا الفضل عند عدم تحقق شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، وربا اليد عند عدم التقابض في مجلس العقد، وربا النسيئة إن لم يكن حالا يعني كان مؤجلا. أدي ثلاث أنواع للربا تعرف. يتبقى النوع الرابع والأخير هو ربا القرض. كل قرض جرى نفع فهو ربا، حديث كده. يبقى عند الاقتراض، وفي الاقتراض لا يشترط أن يكون جنسا ربويا، يعم بقى كل قرض، فكل قرض جرى نفع فهو ربا، يسموه ربا القرض. واضح؟ يبقى عندنا عند المسلمين أربع أنواع من الربا: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا اليد، وربا القرض. فهمت المسألة؟ إذا اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلة يسقط شرط التفاضل التماثل، يعني يجوز التفاضل. يعني ايه اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلة؟ يعني ذهب بفضة، العلة واحدة وهي النقدية، لكن الجنس اختلف ذهب وفضة، يبقى يسقط شرط التفاضل ويبقى التقابض والحلول. فهم؟ هشتري قمح بشعير، اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلة وهي الطعمية او القوتية عند الملكية او الكيلية عند الاحناف، يبقى في الحالة دي يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. اذا اختلف في الجنس والعلة الاثنين، ذهب بقمح، تمر بفضة، فعلة هنا الطعمية والعلة هنا النقدية، اختلفت العلة واختلف الجنس، فبيعوا كيفما شئتم حسب ما نتفق بقى براحتنا. فهمت بقى المسألة؟ المقدمة دي لابد منها عشان تفهم الأحاديث القادمة. باب الربا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. أدي معنى التماثل أهو، إلا مثلا بمثل اللي هو شرط التماثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني ولا تزيدوا أو تفضلوا. لا تشفوا يعني لا تزيدوا، اللي هو التفاضل يعني. ولا تشفوا بعضها على بعض،
يعني لا تزيدوا او تفضلوا، ولا تبيعوا الورق بالورق، هي الفضة بالفضة، الورق يعني الفضة، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، او شرط التماثل لاتحاد الجنس والعلة، ورق بورق، الجنس والعلة اتحد الجنس واتحدت العلة، فهمت؟ ذهب بذهب اتحد الجنس واتحدت العلة، يبقى لا يجوز ان يكون هناك تفاضل، بل لابد ان يكون هناك تماثل مثلا بمثل. ولا تبيع منها غائبا بناجز، ناجز يعني حاضر، والا وقعنا في ربا اليد، لان لم يتوفر شرط التقابض في المجلس. ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني اقول لك الثمن في البيت واديني الوقت، والثمن في البيت مر عليا في البيت واطير، يبقى هنا برضو وقعنا، لان بعت ناجز حاضر امامي بغائب، فلم يتم التقابض في المجلس، فنقع في ربا ايه؟ ربا اليد. فهمت الاحاديث؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال له رجل من بني ليث ان ابا سعيد الخدري ياثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه قتيبه فذهب عبد الله ونافع معه، وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وانا معه والليثي حتى دخل على ابي سعيد الخدري فقال ان هذا اخبرني انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، فاشار ابو سعيد باصبعه الى عينيه واذنيه فقال ابصرت عيناي وسمعت اذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز الا يدا بيد. طبعا الاحاديث دي بعد المقدمه مش محتاجه شرح، والحمد لله رب العالمين. وعن ابي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. كل ده بيأكده وزنا بوزن، يعني ايه وزنا بوزن؟ مثلا بمثل. يعني ايه مثلا بمثل؟ يعني سواء بسواء. فشوف كررها النبي بكذا لفظ عشان يؤكد المعنى، يؤكد على شرط التماثل. وعن ابي قال حدثنا ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه عن ابيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول انه سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. ما ينفعش سواء كان في المجلس او نسيئه، كله ما ينفعش. فهمت ازاي؟ لان الدرهم فضه، فما ينفعش الفضه درهم يتباع بدرهمين. وقعنا في شرط ايه؟ عدم وجود شرط التماثل في متحد الجنس والعله، مش كده برضو؟ ولو كان الدرهم ويبقى درهمين مؤجلا نسيئا، يعني اديني درهم دلوقتي وارده لك درهمين بعد شهرين، وقعنا في ربا النسيئة. ولو اديت لك الدرهم دلوقتي بنفس الدرهم ولكن تم التقابض بعد المجلس، يبقى وقعنا في ربا اليد. فهمت؟ الشيخ بالنسبه لناس الشغالين في
ده اسمه الصرف. الصرف يعني قروش. القروش دي اللي احنا بنستعملها الوقت الحاليه دي ذهب ولا فضه؟ دي اوراق ماليه. طيب ليست جنسا ربويا. حد قال ان الاوراق الماليه دي جنس ربوي؟ انا لما شرحت لك كل المذاهب اللي شرحناها دي الخمسه الظاهريه والشافعيه في الجديد والشافعيه في القديم مع الحنابله والمالكيه والاحناف، خمس مذاهب قلناهم. ان جبنا في سيره الاوراق الماليه يبقى ليست جنسا ربويا. الاوراق الماليه ليست جنسا ربوي. يعني ممكن اديك ورقه ب 100 جنيه مصري واخد منك 110 جنيه فك. مش ربا. ما ليست ربا. العله واحده مش عله الثمن. لا الثمنيه هي النقديه الذهبيه والفضيه. يعني لو عمله من غير الذهب والفضه خلاص. لو العمله من غير الذهب والفضه والمطعوم، افرض عملنا القمح ده هو ايه التعامل بتاعنا. اديك رغيف تديني ايه؟ تديني موبايل. فهمت ازاي؟ بقى زي ما هو لانه العله فيه الطعميه. فهمت؟ الذهب والعمله مقاس على الذهب. يعني لا يقاس العمله على الذهب والفضه. لا تقاس العمله على الذهب والفضه، العمله اللي في ايدينا دي عروض تجاره. يعني قيمتها بتتغير في السوق كل شويه زي البضاعه زي اي بضاعه. زي النضاره دي النهارده ب 10 جنيه بعد يومين ثلاثه ممكن تلاقيها ب 8 جنيه وبعد سنه تلاقيها ب 5 جنيه وبعد سنتين تلاقيها بجنيه وبعد ثلاث سنين تلاقيها ببلاش ارميها ملهاش قيمه. قيمتها تتفاوت زي بالظبط الاموال بتاعتنا الاوراق الماليه. يقول لك الجنيه المصري بكذا دولار دلوقتي بقى الدولار بكذا جنيه. يعني انا حضرت ايام ما كان الجنيه المصري ب 2 دولار وفضلت عايش لحد ما بقى الجنيه الدولار ب 7 جنيه مصري. شوف قد ايه تتفاوت تتغير. يبقى اسمها عروض تجاره. عروض تجاره. امتى الاوراق الماليه كانت جنسا ربويا؟ قبل السبعين سنه 70 1970 كانت جنسا. لماذا؟ لان كانت لها رصيد ذهبي. كانت تدل على الرصيد الذهبي. فهمت؟ فكانت هي عباره عن ذهب، بس احنا بدل ما نشيل الذهب شلنا ورق بالنيابه عن الذهب. فهي كانت ذهب بس بصوره ورق. لان لها رصيد ذهبي. فكانت جنسا ربويا. طب بعد سنه 71 لما امريكا عومت العملات وربطتها بالبترول. ولم تربطها بالذهب. بقى البترو دولار. فهمت؟ ما بقاش الجولدن دولار دولار. كان الاول جولدن دولار. يعني الدولار الذهبي. دلوقتي بقى البترو دولار. فكل البورصات العالميه في الاوراق الماليه اللي بيحدد سعر الاوراق الماليه ايه؟ سعر البترول. مش سعر الذهب. فما بقتش جنس ربا. بقت عروض تجاره. فهمت يا استاذ؟ فهمت يا استاذ؟ وبالتالي انا ممكن ادي لك جنيه سوداني تديني بداله جنيه وربع مصري ما يجراش حاجه. ده ادي لك زي ما بقول لك في نفس العمله ورقه ب 100 جنيه مصري اخد منك كيس في 110 جنيه فضه. عمله يعني عمله صغيره. ليه؟ لان ده مش جنس ربوي لا يشترط فيه التماثل ولا يشترط في التقابض ولا يشترط في الحلول. ده انا ممكن اديك الورقه ب 100 جنيه واقول لك ابقى عدي عليا بالليل اديهم لي فكه 105. لان الورقه اموميه هتشيلها في جيبك سهله. انما ما يبقى 105 عمله معدنيه عايز تشيلها في سره. وشلت السره دي متعبه ممكن تنساها في الميكروباص تضيع منك. فهمت؟ وتقيله. انت حتى يعني عمله مصري مثلا يعني انا بديك 100 جنيه تديني ممكن 110؟ بس يجوز طالما انت موافق ومش ربا. فهمت ازاي؟ ليس جنسا ربويا. انا دلوقتي معايا القلم الجاف ده ولقيت معاك انت قلمين جاف تانيين نوعهم اقل شويه اقول لك ايه رايك ما تاخد ده واديني الاثنين دول بس القلمين بتوعك انت واحد احمر واحد اسود وانا ده ازرق وانا عايز يبقى عندي لونين. ده قيمته
بايه؟ بخمسة جنيه، والقلمين بتوعك قيمتهم برضو خمسة جنيه، فانا اديتك القلم ده خدت بداله قلمين، دي ربا؟ لانه مش جنس ربوي، هو ده مطعوم، هو ده موزون، هو ده مكيل، هو ده قطوة اللي يدخر، هو ده هو ده هو ده، لا مش ينفع. فهمت ازاي؟ وبالتالي اديك انا النضاره دي تديني بدلها نضارتين شمس، ودي نضاره نظر، ما يجراش حاجه. مش يجي بقى واحد جاي يقول لك ايه ده نضاره بنضاره والا وقعنا في الربا. لا هي النضارات دي يا ابني ربا، موبايل بموبايل، ما ينفعش موبايل باتنين موبايل، لا ينفع يا سيدي، لان الموبايل لا هو مطعوم ولا هو ذهب ولا هو فضه ولا هو مكيل ولا هو قوت ولا هو يدق. فهمت بقى المسألة؟ كبر مخك يا أستاذ إسماعيل، كبر مخك. ونقف على باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.